أصدقائي، أنا حابة نسقسيكم وشنو هما المجلات اللي تحبوهم كاع في العجلة؟ أنا المجلات اللي نحبهم كاع في العجلة هما الشخصيات، وتاني كنحب الأشكال والحساب. هادو هما اللي نحبهم كاع، بس كون حسهم يجو تاني سهلين، حتى الإسلامية ويجيني بزاف سهلة. وانتوما وشنو هما المجلات اللي تحبوهم في العجلة؟ وقيلات راهو جاء الاتصال، أسنا نقولوا ألو 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 ألو. واش راك صافا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك في قناة فور كيدز الحصة ألو كويز. معك أروى مهراوي، شكون معانا؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، عبد الرؤوف من أي ولاية؟ أم بواقي. أم البواقي، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، راك واجد؟ هي راك واجد باش ندورو العجلة. هاي نروح عند العجلة ونشوفو واش راح يطيح لك. ندورتها بقوة، طاحت لك على الجغرافيا انت. دوك نشوفو واش راح يطيح لك السؤال. السؤال يقول: ما هي الدولة التي عاصمتها أنقرة؟ عندك 3 اقتراحات، عندك الاقتراح الأول لبنان، الاقتراح الثاني سوريا، الاقتراح الثالث تركيا. نعاود لك السؤال. لا 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 لا، ها عندك 20 ثانية، لازم تخمم. تركيا. تركيا، ها سر متأكد؟ ها دوك نشوفوا الا الاجابه ديالك صحيحه او خاطئه. ها مستعرض بك، الاجابه ديالك صحيحه، تاع صح تحب الجغرافيا. نقول لك مبروك عليك، ربحت معنا وقعد معنا لنهايه الحصه باش تشوف لا اسمك دخل في السحب وخرج. شكرا. العفو، ما تعطيش تحيه للعائله ديالك، المعلمين، الزملاء؟ نقدم تحيه، نقدم تحيتي لوالدتي ونقول لهم صحة طنطن والعائلة تنسان. يعطيك الصحة، باش هكا ذكرتهم لي كاع سير، باش هكا حتى واحد ما يزعف عليك. أي نقول لك مع السلامة، والصحة فطورك والصحة سحورك، قد معنا حتى نهاية الحصة. أوكي صحة رمضانك. يسلمك صحة رمضانك. دوكاتيك يا أصدقائي، حنروحو اتصال آخر.